وات از ذا اسايتيك فلويد الاسايتيك فلويد عباره عن باثولوجيكال انكريز ان ذا فوليوم اوف بروتينيال فلويد بمعنى لو زاد حجم البروتينيال فلويد عن الطبيعي في الحاله دي بنسمي الفلويد عباره عن اسايتيك فلويد لان زياده البروتينيال فلويد بتعمل اسايتيس او انلارجمنت في البروتينيال كافيتي وبالتالي في منطقه الأبدوم اللي احنا بنسميها الاسايتيس فعلشان كده الفلويد بنسميه السايتيك فليود. والابنورمال انكريز في البروتينيال فلويد بيبقى نتيجه لوجود الباثولوجيكال فاكتورز عشان كده بيبقى مهم جدا ان احنا نحصل على الاسيتيك فلويد نعمل له اكزامينشن عشان نعمل ديفرنشال دياجنوزز لكل الاسباب اللي بتؤدي للاسايتس تايبس اوف اسيتيك فلويد الاسيتيك فلويد بيبقى اكتر من نوع بيعتمد على كميه البروتين الموجوده عندنا نوعين رئيسيين من لاسايتك فلويد اللي هو عبارة عن الترانزوديت والإكزوديت الاتنين بيختلفوا عن بعض في كمية البروتينز الموجودة داخل المعمل بنعمل مجموعة من الاختبارات عشان نقدر نعمل ديفرانشيشن ما بين الترانزوديت والإكزوديت أول حاجة بنعمل الوايت سيل كاونت بنعد كل الخلايا الموجودة في البروتينيال فلويد رقم اتنين بنعمل البومين ميجرمنت بنقيس الالبومين في سيروم وفي الاسايتك فلود عشان نقدر نطبق معادله السيروم الاسايتك البومين جريدينت بالاس اي اي جي اللي هي السيروم الاسايتك البومين جريدينت بعد كده بنعمل مايكرو بيولوجيكال تيست من خلال ان احنا بنعمل ستيننج بالجرام ستين وبالزيل نيلسن ستين وكمان بنعمل كالشر اخر حاجه للسيتولوجيكال اكزامنيشن بندور على الابنورمال او المالجنانت سيلز بنعمل سنتروفيجيشن لعينه البروتينيه الفلويد وبنجمع الخلايا ونعمل لها اكزامنيشن اي خليه بتبقى مالجنانت او ابنورمال ده بيدينا انديكيشن على وجود الكانسر وعشان نعمل ديفرنشيشن بين الترانزوديت والاكزيديت داخل المعمل بنركز على بعض النقاط الرئيسيه اللي بتقدر تفرق ما بين الترانزوديت والاكزوديت اول حاجه الفيزيكال اكزامينشن بنلاقي ان الابيرنس والكلر في الترانزوديت بيبقى كلير ثين فلويد سترو يلو كلر ولكن في حاله الاكزوديت بيبقى كلاودي فيسكاس بيورلنت اور هيموراجيك فلو اللو. بيبقى اللون بتاعه من اليلو تو ريد كلر وزي ما هو باين في الصوره بنلاقي الترانزوديت بيبقى سائل شفاف خفيف ولونه سترو يلو او اصفر خفيف ولكن الاكزوديت بيبقى كلاودي معتم viscous سائل تقيل مش وطري زي الترانزوليت أو بيورلنت لو موجود فيه كمية كبيرة من البص أو هيموراجيك لو موجود كمية كبيرة من الهيموريج أو ريد بلاد سيلز بتغير اللون بتاعه علشان كده اللون بتاع الاكزوديد بيبقى من اليلو تو ريد كالر الميكروسكوبيك اكزامينيشن كمان بنقدر نفرق عن طريق الميكروسكوبيك اكزامينيشن الوايت بلاد سيلز في الترانزيد بتبقى اقل من 300 سيل بير مايكرو ليتر وبتتكون من الليمفوسايت والميزوسيليال سيلز احنا بنسميهم مونونيوكلر سيلز لان السيلز ما بتبقاش سيجمنتد سواء في الليمفوسايت او في الميزوسيليال سيل بينما في اللوكسيد بنلاقي ان الوايت بلاد سيلز بتبقى اكتر من 500 سيل بير مايكرو ليتر. بيبقى معظمها عباره عن نيوتروفيل في حالات الاكيوت كيس او الليمفوسايت في حالات الكرونيك كيسز اوف اسايتس النقطه اللي بعد كده وهي عمليه الكلوتينج بنلاقي ان ترانزوديت ما بيحصلش فيه كلوتينج بينما الاكزوديت بيحصل فيه كلوتينج وبتحصل سبونتينيوسلي يعني بيتجلط لوحده نتيجه لوجود هاي كونسنتريشن من الفايبرينج الفايبرينج هو المسؤول عن تجلط البلد وما بيبقى موجود في الترانزوديت بكميه كبيره بيعمل كمان داخل الاكزوديت. النقطة اللي بعد كده وهي السبيسيفيك جرافيتي في ترانزيديت بتبقى أقل من 1.18 من ألف بينما في الاكزوديت بتبقى أكتر من 1.18 من ألف. الكيميكال اكزامينيشن بنركز على أهم حاجة وهي البروتين في ترانزيديت بيبقى أقل من 3 جرام على الديسلتر وبيبقى مينلي ألبومين أو معظم البروتين الموجود عبارة عن ألبومين بينما في الاكزوديت بيتميز بالهاي اكتر من 3 جرام على الدي سي ليتر الجلوكوز في حاله الترانزيت بيبقى الجلوكوز ايكوال تو سيروم فاليو بينما في حاله الاكزوديت بيبقى اقل من 60 مللي جرام على الدي سي ليتر بيقل بشكل كبير جدا في الاكزوديت نتيجه لوجود الانفلاماتوري سيلز بكميه كبيره اللي بتعمل له كونسيوم. الألبومين جريدينت العنصر اللي بعد كده وهو الألبوم جريدينت دي عباره عن معادله الألبوم جريدينت بيساوي السيرم البومين ناقص الاسايتك فلويد البومين في الترانزيوديت بتبقى اقل من واحد وواحد من عشره بينما في الايكزوديت بتبقى اكبر من واحد وواحد من عشره ففي الترانزيوديت <rehearsed> بيبقى فيها لو البومين جريدينت بينما في الايكزوديت يعني في <res faculty> بيبقى فيها هاي البومين جريدينت اللاكتيك دي هيدروجينيز بيبقى له في حالة الترانزوديت وهاي في حالة الاكزوديت نتيجة لوجود هاي اماونت من السيلز ومنها النيوتروفيل اللي بيبقى فيها كمية كبيرة من اللاكتيك دي هيدروجينيز. اخر نوع من الاكزامينيشن وهو المايكروبيولوجيكال اكزامينيشن بندور على وجود البكتيريا بنلاقي ان الترانزوديت بيبقى ابسنت او ما فيش اي نوع من البكتيريا الاكزوديت يوجوالي بريزنت غالبا بتبقى موجودة في الاكزوديت لو سبب الاكزوديت عبارة عن انفكشن بعد كده بنفرق ما بين أسباب الترانزوديت والإكزوديت أسباب الترانزوديت بتبقى عبارة عن ليفر سيروزيس نيفروزيس هارت فيلير ولو سيرم بروتينز اللي احنا بنسميها الهايبو كل دي أسباب بتؤدي للترانزوديت بينما الإكزوديت بيبقى موجود في حالات الإنفكشن الإنفلاميشن المالجنسي الكولاجين فاسكولار ديزيزز وكمان في حالة الكايلس أستايتس الكايلاس اسايتس عبارة عن obstruction أو injury to thoracic duct thoracic duct اللي بتنقل الليمف فلويد عشان كده لو حصل لها obstruction أو injury كل الليمف فلويد بيخرج في البروتينيال كافيتي وبيدينا ما يسمى الكايلس اسايتس بيبقى فيه كمية عالية من الليبتز كمان بنفرق ما بين الترانزيوليت والإكزوليت في الميكانيزم كل الاسباب اللي بتؤدي للترانزيوليت يا اما بتزود الهيدروستاتيك بريشر وبالتالي بتزود الفلويد ليكج من البلاد كابيلاريز للبروتينيال كافيتي او بتعمل ديكريز في الكولويدال اوزموتيك بريشر وده بيحصل في حاله الديكريز بلازما بروتين زي في حالات النفروزز عشان كده بيقل احتفاظ البلاد بالفلويد عشان كده بيحصل ليكج لكميه كبيره من الفلويد للبروتينيال كافيتي ولكن في حاله الاكزوديل بنلاقي الميكانيزم كل الاسباب اللي بتؤدي لليكزوديت ال بتعمل انفلاميشن والانفلاميشن بيؤدي ل الفازو دايليشن اند ودي طبعا اول حاجه بيعملها اللي هي فازو دايليشن بنلاقي الكابيلرز بتوسع وبيبقى فيها كميه كبيره من البلاد بيحصل لها ستاسيس او حركه البلاد بتقل وبالتالي البلاد بيبقى عنده فرصه ان هو يبقى موجود في المنطقه دي فتره طويله كمان الانفلاميشن بيعمل انكريز الانتر اندوثيليال سبيس اللي هي المسافات ما بين الendothelial cells اللي بتغلف الcapillaries وبالتالي بيغير الpermeability للcapillaries عشان كده بنلاقي ان البروتين اللي هو عباره عن لارج molecules بتقدر تعدي او يحصل لها leakage وتوصل للبروتينيام عشان كده في الexudate بنلاقي ان البروتين بيبقى high concentration عن الترانزيودين بالاضافه لكده الانفلاميشن طبعا بيبقى مصاحبه كميه كبيره من الوايت بلاد سيلز اللي بتعمل مايجريشن من البلاد وبتوصل للبروتينيا الكافيتي اللي فيه الانفلاميشن او الانفكشن الدياجنوستيك امبورتنس اوف اسايتيك فلويد Analysis. ليه احنا بنعمل اسايتيك فلويد اناليسيس داخل المعمل اول حاجه تو ديتكت اند ايفالويت ذا كوز اوف اسايتيس عشان نعرف سبب الاسايتيس احنا قلنا الاسايتيس ممكن يكون اكزوديت او ترانزوديت وكل واحد له اسباب كتير علشان كده عمليه الإكزامينيشن داخل المعمل بتقدر تفرق ما بين الاسباب سواء بروتينيال رابشر او بيرفوريشن او مالجنسي او انفيكشن طبعا عشان نعمل إكزامينيشن للاسايتك فلويد لازم بنعمل كوليكشن للاسايتك فلويد الموجوده في البروتينيال كافيتي ده بيتم من خلال عمليه بنسميها الباراسينثيسيس البارسنتيزز عبارة عن انفيزيف بروسيجر يعني عملية تداخلية لازم نتدخل ونسحب الفلويد من منطقة الابدومين من خلال إن إحنا بنعمل انسيرشن للنيدل أو كاسيتر انتو ذا بروتينيال كافيتي بنقدر ندخل كاسيتر أو نيدل عبرة بندخلها في منطقة الأبدومين في المناطق المحددة اللي هي باينة في الصورة باللون الأزرق دي كلها المناطق اللي أنا أقدر أدخل فيها في نيدل او الكاسيتر ونعمل سحب للبروتينيال او الاسايتيك فلويد العمليه دي بنسميها الباراسينثيز باثولوجيكال انكريز ان ذا فوليوم اوف بروتينيال فلويد